مشهورة ترد على وصفها بالرقاصة في عرس شيرو شهد حفل عيد ميلاد سارة مالاس. وتالا أبو شعر تنشر ستوري يثير الجدل، فمن المقصود بكلامها؟ شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو راح يكون مع الجميلة سيدرا بيوتي اللي خطفت الأنظار بأناقتها في عرس شيرو شهد، فإطلالة سيدرا المتميزة خلتها تكون محط أنظار الجميع، حيث اعتمدت سيدرا إطلالة باللونين الأحمر والزهري الفاتح. أيضا سيدرا مباشرة بعد عرس شيرو قامت بنشر ستوري على حسابها وأعلنت من خلاله عن سفرها فجأة، وكانت كل تساؤلات الجمهور لوين مسافرة سيدرا وهل هناك مفاجأة؟ لعائلة البيوتي راح يعلنوا عنها قريبا. نمر أيضا إلى عائلة أبو شعر، فعائلة أبو شعر بالأمس اختاروا إنهم يحتفلوا بعيد ميلاد الجميلة سارة مالاس مع أصدقائهم المشاهير. فسارة مالاس اعتمدت إطلالة أنيقة باللون الزهري واعتمدت ضفيرتين، ومن المشاهير اللي كانوا متواجدين في حفلة عيد ميلاد سارة مالاس الجميلتين لانا ولين محمد. أيضا يارا قامت بنشر ستوري كشفت من خلاله عن هديتها لسارة مالاس في عيد ميلادها، فيارا عزيز اختارت انه تهدي سارة شنطة صغيرة باللون البرتقالي. أيضا غيث مروان وسارة الورع كانوا متواجدين في عيد ميلاد سارة مالاس. أما غيث مروان وسارة الورع ف قبل وصولهم للحفل قاموا بالتفاعل بمجموعة من الستوريات. غيث أكد على كل فانزاته ومعجبيه إنهم يصوتوا له في مسابقة توزيع الجوائز اللي راح تقام بقطر الشهر القادم، نتمنى الجائزة تكون من نصيبه. أما الخبر الحصري وهو لا تالا أبو شعر، فتالا بعد احتفالهم بعيد ميلاد سارة مالاس قامت بنشر ستوري علقت عليه إنه الدائرة صغرت بس نطفت. المتابعين انه تالا عم تقصد بهذا الستوري طليقة فراس ابو شعر، حيث اخيها فراس مؤخرا عن انفصاله عن زوجته، وكانت كل التعليقات الجمهور على ستوري تالا مين بتقصد. ايضا ما زال تعليق نور ستارز على فانز لأسامة وشيرين تريند، حيث نور ستارز حكت عقبال اللي في بالكم، رد عليها فانز لشيرين أوسي أكيد اللي في بالنا، لترد نور ستارز والله اللي ببالكم. نمر أيضا في هذا الفيديو إلى اليوتيوبر نور ستارز، فنور نشرت ريل كشفت من خلاله عن ضيفتها في الحلقة الأخيرة لها من البودكاست، والضيفة كانت مفاجأة للجميع، حيث أعلنت نور إنه هي راح تستضيف الجميلة نارين بيوتي. أيضا البعض وصف إطلالة كارولين في عرس شيرو شهد بالرقاصة،